باتل. الباتل كان ناخدو أم ولا أب وكان ناخدو الوليد ولا البنية ديالهم وكان حاولوا نفتحوا شي نقاش. واليوم معايا ليلى. صباح الخير ليلى. صباح النور خويا عماد. كي دايره؟ كي سمحتي؟ لاباس الله يبارك فيك. كي داير بخير؟ الحمد لله. كي دايره لينا؟ لا بس الحمد لله. كي دايرين البنات؟ كلشي لاباس عليكم البنات؟ البنات بخير؟ لاباس. كي دايره مراكش؟ البرد الموت. البرد حيت كلش 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 كاين كلش. الفريق كاين كلش فيها وكيمدن. مشيتي للثلج ولا مازال؟ مازال يلاه نمشيو ان شاء الله هاد الويكاند. ان شاء الله ومسيروا صيفطوا لنا التصويرات في الواتساب 07 10 650 650. بارطاجيو معنا بارطاجيو معنا اش كديروا كل نهار. كل لا كل نهار لا كل ويكاند يلاه كل ويكاند. السؤال ديالي ليلى، واش انت متفقه انك تعطي المصروف تجيب لبنتك الفلوس؟ لا. لا لا انا لا حيت كاين اللي كيعطي لولدو فلوس في السيمانه تيقول لي هذا باش يتعلم حتى هو كيفاش يجيري فلوسه. لا انت ما متفقاش. علاش ما متفقاش؟ حتى ما كتعرف الوقت اش تجيب باش نوع يشري بهم شنو. اللهم يكونوا قدامي ويشريوا قدامي داكشي اللي خاصهم. وامتى تعطيو فلوس؟ والو نعطيهم. لا نعطيهم ولكن القياس ماشي بزاف. بحال شنو هذا القياس؟ ما يزعمش درهم هذاك الدريس يقول لك والوالدة ورا اختي راه زادوا في داكشي. انت ما متفقاش مناش كتخافي زعما يمشيو يشريو شي حاجه بحال الكارو ولا شي حاجه اللي خايبه ياك؟ هادشي اللي خايب دابا حيت الدراري كيزيدوا بعديا. ولكن ما كتقولش بان بتات الثقه تكون دير واحد تربي واحد الثقه في ولادك وما يقدروش هما يديروا شي حاجه من غير شي حاجه؟ لا حنا كنثقوا فيهم ولكن او ميم طون كنثقوا ما كنثقوش. دابا راه حيت بقى كتخسر المدرسه شحال من حاجه. ولينا عمرها قالت لك انا علاش ما كتعطينيش فلوس لماما؟ كتقولها ليا. دوزي نهضروا معاها. لينا الله يخليك لينا. امين. صباح الخير. صبحتي مزيان؟ شويه مكاعيه شويه مقلقه ياك؟ لحظه. ما عجبكش الحال؟ الوضعيه ماشي هذيك. لينا ماما قالت لك لا ما كتبغيش تعطيك فلوس هكا في يديك، بغيتي شي حاجه هي تشريها لك اوكي ما تعطيكش فلوس. لا بغيت الصروف بغيت نشري اشرب ما بغيت انايا. بغيتي انت شحال دابا كتطلبي باش تعطيك ماماك في السيمانه؟ شحال ديال الفلوس ولا في الشهر؟ كتعطيني جوج دراهم. ها اللي قلنا جوج دراهم. شحال دير لك في هذا الوقت لينا؟ كتحبشها؟ لا تعطيك جوج دراهم. انت جبدي ثلاثه دراهم قول لها هاك الوالده هاكي ثلاثه دراهم وما تعطيني والو ما تعطيني ما نعطيك. وباباك تيعطيك فلوس ولا لا؟ كيعطيك. شحال كيعطيك باباك ديال الفلوس؟ خمسة دراهم. انا نقول واحد القضيه لينا بيني وبينك ياك ماماك ما كتسمعش. بيني وبينك راه الوليدات كيعطيهم 200 درهم عندك تشوف تعطيك جوج درهم قول لها الوليده لا راه جوج درهم ديالاش حتى الشارج ديال سميتو ما حتى نجمه سته ما خداماش بخمسة دراهم. ديال الترونسبور ديال ها ديال الحوايج ديال نشربوا قهوه. شحال بغيتي يعطيوك والديك في السيمانه هادينا؟ خمسة دراهم كافياك في السيمانه؟ شحال بغيت؟ 30 درهم. 30 درهم. بلاتي. ودابا مزيان 30 درهم في السيمانه ياك؟ اش غادي ديري بهاد 30 درهم؟ يلاه قولي لي. بغيت نشري بها في البال. اش تشري بها؟ في البال. برافو عليها. هاد البنت باقا. اش غادي تشري في البال ب 30 درهم؟ اش غادي تجيب 30 درهم؟ عجب. كيجيب فيها شحال من حاجة. ولكن الحوايج وداك الشيء راه ماما كتشريهم لك زعما دوك 30 درهم ماشي باش تمشي تشري الحوايج. زعما باش تشري الشكلاط ولا شي حاجة اللي بغيتي. لا. ولا تشربي قهوة مع صحاباتك. نعم. تبارك الله البنية. بغات تحل قناة في اليوتيوب دير فيها مشتريات من البال. مالك راه دخل الفلوس منها الله يهديك. عندها استثمار. ليلى. نعم. 30 درهم شنو قلتي؟ 30 درهم دابا راه دابا هي الدراهم كيتغلطوا لها. وقيلا ربما تقولش ولكن لا باش نتفاهموا دابا هي راه عارفه اش كتقول لان ملي قالت لك بغيت تمشي للبال راه جوج دراهم ما غادير لها والو في البال. 30 درهم غتجيب لها بياسات بعدا. 30 درهم تقدر تجيب لها بياسه ولا جوج في السينما تلقى كيفاش.
فريت هاد الليلات 30 درهم من عندك 30 درهم عند الواليد 60 درهم في السيمانه صافي هي طلعت الميزانيه 60 240 درهم في الشهر تقريبا شويه خرجتي علينا الصباح ودابا صافي دابا ما تبقاش تطلب صافي صافي هادشي اللي كاين حقوق الاطفال حنا مع حقوق الاطفال حنا مع حقوق الاطفال تبارك الله عليك شكرا شكرا الله يخلي لك لينا السلام عليكم وعليكم ديما ضحكين ان شاء الله امين